نبجة. فهنا بقى علاج وليس تسكين. بس هو السكر برضه احنا عايزين نقول حاجة، السكر من الأمراض مهم اللي قوي بتزود قوي الإحساس بالألم، بتخلي دايما بشرح عشان العيان اطراف بقول له التهاب في الاعصاب، بخلي بقول له كأنه بقى السلك بقى عريان، كأن الكهرباء بقى كأنه سلك عريان، فأنا أي حاجة بتسبب ألم منها الخضاريف لو ركبته وجع أي حاجة بتوجعه الألم بيتضرب في 10. فهو مش السكر، هو السكر ممكن يعمل حاجة، ممكن يؤدي لعدم الإحساس اللي هو العميق. عدم الإحساس العميق عبارة عن إيه؟ عدم الإحساس العميق عبارة عن إيه؟ عبارة إن أنا لو حطيت رجلي على الأرض ببقى حاسة مثلا في طوبة، في زلطة، فأنا بقدر أظبط جسمي أو أظبط التوازن بتاعي علشان المفصل بتاع رجلي يفضل متزن. مع الوقت لو أنا الإحساس العميق ده فقدته كأنها مهملة. بيحصل فعلا تغيير في شكل المفصل، لان انا كل مره رجلي بينزل على الارض بطريقه غلط نسميه شاركو جوينت، ساركو او جوينت، المفصل شكله اتغير شكله لان انا اتغير، فقدت باظ خالص، حتى الاحساس. ما بقاش فيه احساس عميق. الجوينت نفسه ما بقاش طبيعي، يعني ده من كاننا السكر. كاني بقى السكر، لازم مريض السكر ياخد باله من فكره عدم الاحساس بالالم. طبعا ده لازم ده عدم يعالج لازم السكر، يعالج السكر، ويعالج يعني عشان اول ما يكونش حاجه في يعالج صدم السكر. سكري كمان، لان احنا ممكن الاول ممكن يبقى في الم عنيف اللي هو الالتهاب الطرفي بتاع الاعصاب، الم وتنميل وخلاف، عنده شعور بحاجه مش موجوده، وبعد شويه بيفقد الاحساس تماما الطرفي، فيبتدي يبقى عنده تقرحات، ابتدى ومش مش حاسس حاسس بيها. مش حاسس باي حاجه، كل شويه بيعمل اصابه اكتر، فبقى عنده قرحه وخراج و التهاب في العظم غائر نتيجة السكر نفسه والأعصاب والشرايين. لو هو ما اتعورش، أنا دايما بلاحظ إن مريض السكر هو أكتر الأشخاص، من أكتر الأشخاص اللي جسمه طول الوقت وجعه. ده جزء من الموضوع، لان في اولا هو السكر بيبوظ، يعني هو مش بس بيصيب الالتهاب الطرفي للاعصاب، هو نظام التهاب كل الطرفي حاجه، للاعصاب بوظ ده كل هو حاجه في بيصيب الجسم العين ويصيب الكلى، والكلى. دول 3 حاجات ماشيين مع بعض، العين والالتهاب الطرفي للاعصاب والكلى، وبنقدر نعمل لهم مجموعه تحاليل كشف قاع عين والزلال الدقيق في البول عشان نبتدي ندرك ان ابتدى يبقى عندنا مشكله، وبعدين بنبتدي ندي علاجات اللي هي بتضيع له الالم او تخليه يتعايش مع الالم، كلها ادويه، شويه فيتامينات وادويه مضاده للاكتئاب وادويه مضاده لل مع تظبيط السكر. مع تظبيط، هو رقم هي واحد رقم تظبيط واحد السكر، هو تظبيط اهم حاجه السكر، ده تظبيط اهم السكر. حاجه. ده اهم اه حاجه. الناس بتبقى بتاخد ادويه كتير مسكنات، وانا وهي بقول لهم من المفروض. واحد لمليون ظبط سكرك. انا طب مش معانا مدام سامي.